زهرة عندي سؤال، إذا إنسان تعرض لموقف محرج وما يريد يجاوبه بكل صراحة، يصير ما أجاوب بكل صراحة أو مرات أكذب لأن ما أريد أجاوب أو أستحي أجاوب، يعني هل الأمر ماتين علي حرام؟ نعم واضح. شوفي أختي الكريمة، الصدق ليس واجبا. نعم الصدق. نعم هسه واحد يستغرب سيدنا شلون. نعم هاي السيدة فد شيء جديد. الصدق هيجي يعني لازم انا كل شيء صاير اقوله؟ نعم اخ احمد انا ترى سحوري كان تم الباذنجان، احتاج اقول؟ نعم ليس مجبر الانسان. احسنت. فان اصدق في كل شيء مو واجب، بس الكذب حرام. جميل. الكذب حرام. اما الصدق انه اجي كل شيء حاصل اقوله؟ لا. فلذلك مو كل شيء واحد يقول، لانه مو واجب ان كل شيء واحد يقول، بس لا يكذب. زين اذا الكذب حرام. يجي واحد يحرجني، يقول لي انت مثلا عندك علاقه بفلان، انا ما اريد اقول عندي علاقه، شو اسوي؟ لو اقول لا وانا عندي علاقه، لو اقول اي أنا ما أريد أقول، شو أسوي؟ هنا في الواقع عندك طريقين، إما أن تقول تصارحه أنه اعفيني من الجواب، يا يعني أنا ما أريد أجاوب على السؤال، ممكن؟ نعم ممكن. هذا حل. طريق الآخر التورية. نعم تورية يعني شو تورية؟ تورية بعض الناس ما يفهموها، لما يسمعوها من عندي يكتبون تعليقات يشنعونها السيد يعلم الناس كذب. نعم. التورية ليست كذبا. التورية أنا أخبرك بشيء، أقول لك بشيء، أنت تفهم شيء، أنا أقصد شيء آخر، هذه يسموه تورية. نعم. ما صار واضح؟ نعم. تطوني من بالكم أبين؟ حتى يكون واضح على الصدر مشاهدين. إجاني واحد باب البيت، مثال، هذا مثال، قال أحمد بيتكم؟ يريدون احمد. احمد قال سيدنا الله يخليك، اي واحد يسال عني لا تقول، لان انا الامن وراي والاستخبارات. زين اجوا قالوا احمد موجود، يلا شو اقول هسه انا؟ اذا اقول احمد موجود يدخلون ياخذوه يعتقلوه، يسبب مشكله. اذا اقول ما موجود كذب، فش اسوي؟ فقهاء شو يقولوا؟ يقول قولوا شيئا، قولوا شيئا تقصدونه والطرف الآخر لا يفهم ماذا تقصد، فهو يفهم شيء وأنت تقصد شيء، تفهم شيء آخر، فش أسوي أنا؟ تسمعون له؟ لا. إجوا دقوا الباب، السلام عليكم. وعليكم السلام. أحمد موجود؟ أنا بدون أن يشوفوا أو بشكل أو بآخر أمد إيدي هشكل وراء الباب، رجاء أأشر وراء الباب، أقول لا والله أحمد هنا ما موجود، لا والله أحمد هنا ما موجود، وين هنا؟ لا. هو يفتهم هنا بالبيت. لا. أنا أقصد وراء الباب، أقصد مو وراء، فأنا أقصد شيء وهو يفهم شيء آخر، هذا مو كذب. أكرر لو سووا لي هوسة الآن بالتعليقات. نعم يا أخوان، التورية أن تقول شيئا الطرف يفهم شيئا وانت تقصد شيء آخر. هذا ليس حراما، تقدرين هالشكل تسوين. جيد، اضرب لك مثال شوي سريع حتى نروح الى متصل او بصمه. نعم اجى واحد، ادري هذا فد واحد مولانا حشاكم، كلش مزعج، ياخذ فلوس بعد ما يعطي، يجي سيدنا الله يخليك سيدنا ياخذ فلوس من عندي مولانا بعنوان مرة مسلمين. اجاني سلام عليكم، مثال هذا ها موجه وهذا مثال، كل امثله. سيدنا الله يخليك، فرد كم فلس هذا يا بشقيد؟ مليون دينار مثلا. زين انا عندي مليون دينار، خب شو اقول له؟ اقول لا والله ما عندي. تسمعون له؟ لا والله ما عندي، بس اقصد وين؟ بجيبي ما عندي، بس بالحساب اكو، بالبيت اكو. لا والله ما عندي، بقلبي اقول بجيبي، نعم جيبي ما عندي. هو يقول صدق ما عندك؟ اقول لا والله والعباس ما عندي، بجيبي. نعم صدق ما عندي بجيبي. نعم يضحك. بلي. بس هي طريقة. نعم. للخلاص ممن احسنتم.
هذا تسمى بالتورية سمحت توري أحسن نعم. أوري يعني أغطي نعم أحسن أغطي على الشيء اللي شنو بلي. أها أحسن هو يفتهم أنه صدق ما عندي أنا ما عندي بجيبي نعم أو ما شعي واضح نعم واضح أحسنتم سمحت السيد بارك الله بكم